يوسف مرحبا بك على الصفحة الرسمية والموقع الرسمي لمرة بتون. وبيك عايش خويا يوسف ربي يخليك. كيفاه شفت الكاليفيكاسيون اليوم وكيفاه كانت مباراة؟ وحكينا على الفورمة اللي بدأت ترعب شوي بشوي وعودتك أساسي في الفريق مع الكوتش نبيل كوكي. أول حاجة يظهر لي اليوم انتصار كان لابد منه في السيتياسيون اللي نحن فيها بعد اللي ديفات اللي في الماتشات الأخرانيين. يظهر لي فيكتوار امبورتونت سيرتو سور لو بلون مونتال اللي باش ترجعنا على السكة صحيحة. ان شاء الله وقفنا لي مراجيم تاع لي ديفيت بقدره ربي، ان شاء الله باش نرجعوا بقدره ربي للسكه صحيحه. عندنا ماتش على الاكستيريور ومن بعد ماتش دوميسيل مانيش باش نساهموا فيهم. ان شاء الله فما كان الخير سير له من ناحيه اللعب، في اللعب موجود يمكن شويه الحظ اللي عكسنا البيريود الاخرى. ان شاء الله بقدره ربي باش نرجعوا. بالنسبه لي انا اتو مومون ان شاء الله حاضر مع اصحابي، ان شاء الله رجعت الفورمه على ذمة الإطار الفني في أي وقت، كسوسوا نلعب كسوسوا على البنك. إن شاء الله نعاون أصحابي ونعطي الإضافة، وإن شاء الله بقدرة ربي من فما كان الخير. هي رسمي لها كما يقولوا إن فيكتوار، ومن بعد تتحل الشبكة وتمشي الأمور بقدرة ربي، وباش نرجعوا للسيري الباهية نتاعنا إن شاء الله بقدرة